سيف، كابتن موسى لحلق عربيتك وحطت لك المفتاح هنا على الترابيزة. ايه سيف، انت لسه سكران؟ انا راجع القاهرة، افتح العربية معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي، ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قفش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزة توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه، عشان كل الناس بعدت من حواليكي. انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعتر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف، سوري. ما هو ده اخرك، سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هما اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وأنانية وعظمة وقلة ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجة عدلة أصلا. حتى أقرب الناس ليك مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم في امك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش، بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبلة يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقخيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني اتلهيت بقى في الشغل وحياتي وكده. نيلي انا معرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك، ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبهولنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انتي اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجة بطلبها وما بتجيش، محدش بيقول لي لأ على أي حاجة. أنت عارفة يا شيرين إنه أنا كمان ما عنديش أصحاب، أنا كل أصحابي بيستغلوني وأنا عارفة كده، عشان كده كنت دايما بقول إنه أكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت أنتوا إزاي مستحمليني وبتعاملوني إزاي من غير سبب، فعرفت إن أنا عندي مشكلة وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح، بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح
لان هو مش زرار هدوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت. بعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقك يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بنت انت بنت عمي يا بنت، يعني اختي. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قول. هو ان انا دلوقتي وانا حضنكي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خنقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه يا نيلي الغردقه والعرق مع الفسون بيبقى صعب. وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفزون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. سيف كده يا سيف كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. اللي انا اسف انا ما كنتش اقصد. ممكن ما تعيطيش؟ انت عندك حق يا سيف، انا فعلا انانيه وما بفكرش غير في نفسي، وانت طيب جدا، بس انا مش محتاجاك عشان انت طيب، انا محتاجه لك عشان انت راجل. انا بطمن وانت جنبي يا سيف. ممكن في الاول كنت ابقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك اروح له. انت عارف يا سيف ان من ساعه ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمشي امشي انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس أنا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي. هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو أنت كنت واقفة بتسمعينا؟ بصراحة أصل أنا عارفة الحاجات دي في آخرها بيبقى فيه إيموشن وكده، فقلقت قلت أجي أفرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحة. I promise يا جماعة إنه من النهاردة أنتوا هتشوفوا نيلي تانية خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لأنها هتغيرنا كلنا. أوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس إيه، ما أنا لابسة أهو. يلا أنت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي يا نيلي، كنت حضناني ومقمطة عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي الفسون. هي كمل.